بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نرحب بها الجميع في لقائنا لهذا اليوم، اللقاء التاسع لمقرر مبادئ الأعمال المصرفية. في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى سنناقش مع بعضنا البعض الموضوع المتعلق بتسعير الخدمات المصرفية. ولكن قبل أن نبدأ، نود أن نتأكد من أن الصوت مسموع وواضح لدى الجميع. فهل الصوت مسموع وواضح لدى الجميع؟ إذا لنبدأ على بركة الله. ننوه على الأمر المتعلق بعدد اللقاءات في هذا الأسبوع والأسبوع المقبل. سيكون بمشيئة الله تعالى لقاءين، اللقاء في نفس هذا الوقت الإضافي، واللقاء كما كان عليه في الأسابيع الماضية، ألا وهو في تمام الساعة 8:15 يبدأ بمشيئة الله تعالى يوم الأحد، أي الليلة بمشيئة الله تعالى. طيب، مفهوم الخدمة المصرفية هي كل ما يقدم من خدمات للعملاء، وعادة هذه الخدمات التي تقدم للعملاء تكون بأجر، وهذا الأجر لا بد من تحديد تسعيرته. فبالتالي أي خدمة مقدمة من البنك لا بد أن تسعر، وهنالك عدة معايير لتسعير الخدمة المصرفية، ولعلنا نتعرف عليها مع بعضنا البعض خلال هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى واللقاءات القادمة. إذا تسعير الخدمة المصرفية يعتبر قرار في المصارف، ويعتبر من أهم القرارات المؤثرة في ربحية البنك في قدرته على التكيف والبقاء في السوق. إضافة إلى أن سياسة التسعير المتبعة تعكس الأهداف العامة للمصرف ومكانة ذلك المصرف. وعادة السعر يتفاعل مع تركيبة السوق بوجه عام، ومع المنافسة بين المصارف الأخرى في مجال تقديم أنواع معينة من الخدمات بوجه خاص. نلاحظ أن هنالك نوعين من الخدمات المصرفية التي تقدم من قبل البنوك، وركز على هذين النوعين وعلى الأنواع التي تندرج تحت كل نوع من هذين النوعين. هنالك النوع الأول، الخدمات الغير ائتمانية، الخدمات الغير ائتمانية، ويندرج تحتها الإيداع والسحب النقدي، الشيكات ومعاملاتها، إصدار واستقبال الحوالات، وكذلك الودائع بأنواعها، وأيضا صناديق الأمانات. نلاحظ يا أخوان أن الخدمات الغير ائتمانية تقدم من قبل البنك
كخدمة ويستحق البنك على أجر نظير هذه الخدمة، بينما الخدمات الائتمانية متعلقة بالأمور المالية كمقرض ومقترض. هنا لاحظ في النوع الثاني من الخدمات المصرفية ألا وهو الخدمات الائتمانية أن هنالك أربعة أنواع. النوع الأول منها القروض، والنوع الثاني الجاري المدين والمتعلق بعمليات بطاقات الفيزا والتي ذكرنا سبقا ذكرناها ووضحناها في حال السحب فوق الرصيد وعدم السداد خلال الفترة الممهولة للعميل للسداد. أيضا من الخدمات الائتمانية الاعتمادات المستندية والتي سبق وأن وضحناها، وكذلك خطابات الضمان. واضح يا اخوان؟ إذا بشكل سريع هنالك نوعين من الخدمات المقدمة من البنوك. النوع الأول منها الخدمات الغير ائتمانية، ويندرج تحت هذا النوع أربعة أنواع فرعية والتي هي الإيداع والسحب النقدي والشيكات ومعاملاتها، وأيضا إصدار واستقبال الحوالات، وكذلك الودائع وصناديق الأمانات. خمسة أنواع فرعية للخدمات الغير ائتمانية. الخدمات الائتمانية أربعة أنواع، منها القروض والجاري المدين والاعتمادات المستندية وكذلك خطابات الضمان. واضح؟ مما سبق يتضح لنا أن الخدمة المصرفية تعني مجموعة من الأنشطة والعمليات ذات المضمون النفعي الكائن فيها العناصر الملموسة وغير الملموسة والمقدمة من قبل المصرف والتي يدركها المستفيدون من خلال ملامحها وقيمتها النفعية، مثل خطابات الضمان أو الاعتمادات المستندية أو الإيداعات وخلافه. واضح يا اخوان؟ ركز معي حتى نوضح الجاري المدين، وسبق ان وضحناه في لقاءات ماضيه ولكن لاهميته نوضحه هنا. ذكرنا في الجاري المدين يا اخوان في حال ان طلبت من المصرف اصدار بطاقه الفيزا وصدرت لك بطاقه الفيزا وذكر لك أن الحد الائتماني لك في البطاقة الائتمانية هو 5000 ريال، في حال سحبك أو قمت بالشراء بهذه القيمة يلزمك السداد في غضون 45 يوم. في حال عدم سدادك خلال 45 يوم تتحول من كونها قرض لمدة 45 يوم إلى جاري مدين يحسب عليه الفوائد فيما يتعلق بالبنوك التقليدية الربوية، بينما البنوك الإسلامية يعتبر بمثابة قرض حسن ويلزمك سداده أو يلزمك المصرف أيضا سداده لاحقا، ويسمى بجاري المدين. واضح يا إخوان الآن؟ وبهذا فإن الجاري المدين يعتبر من الخدمات الائتمانية لكونه يتعلق بالقروض والمبالغ مدفوعة ويلزم سدادها. طيب نلاحظ في
في المنتجات أن هنالك منتجات غير ملموسة، وكونها تتصف بعدم اللماس في بعض من البنوك مثل عمليات القروض لا تلمسها، وإنما هي عمليات تحويلات مبالغ من حسابات إلى حسابات أخرى. نلاحظ أيضا من خصائص الخدمة المصرفية تكامل الخدمة المصرفية مع باقي الخدمات. أيضا الخدمة المصرفية تتصف باعتمادها على نظام التسويق، ولكي المصرف يصرف ويقدم أكبر شريحة ممكنة من الخدمات يلزمه أن يكون لديه انتشار جغرافي، وذلك لجلب أكبر شريحة ممكنة من العملاء. أيضا لجلب أكبر شريحة ممكنة من العملاء يتوجب على المصرف تقديم مجموعة واسعة من الخدمات، وكما أن على المصرف أيضا الموازنة بين النمو والمخاطر، وأن يكون هنالك أسقف عليا لعمليات منح الائتمان وتقديم أيضا الخدمات. قد يتساءل سائل أيضا هنا فيما يتعلق بتقديم الخدمات، لأن كثير من الشركات، أنا أتكلم عن الشركات، تحتاج إلى سيولة نقدية في غضون مثلا وقت قصير قد لا يصل إلى بضع ساعات أو حتى أقل من ذلك، ساعة إلى ساعتين، فبالتالي يجب على المصرف أن يكون لديه القدرة الكافية على اتخاذ القرار لمنح تلك الشركة الائتمان من عدمه، وذلك للاحتفاظ وإبقاء ذلك العميل. وفي حال عدم تمكن ذلك البنك من اتخاذ قراره في الوقت المناسب الذي يحتاجه أيضا ذلك أو تلك الشركة، فبالتالي قد تنتقل تلك الشركة من ولائها إلى ذلك البنك إلى بنك آخر يمكنه أو يمكن تلك الشركة من الإقراض في الوقت المناسب. واضح النقطة هذه؟ نلاحظ أيضا فيما يتعلق بالخصائص للخدمات أن معظم الخدمات المصرفية المقدمة للبنوك تعتمد على حجم الودائع المودعة لديها، فكلما كان حجم الودائع عالي كلما تمكنت هذه البنوك من تقديم خدمات بشكل أفضل. فيما يتعلق بخاصية عدم الملموسية واللمس بهذه الخدمة، فيحتاج الأمر هنا لمسوقين ذو كفاءة عالية ودراية عالية وتدريب كافي لتقديم هذه الخدمة. وفيما يتعلق بمشكلة عدم إمكانية فصل الخدمة عن مقدمها، فلا بد من اتباع استراتيجيات جيدة واختيار وتدريب مقدمي هذه الخدمات على كيفية تقديم هذه الخدمات والتعامل مع مستفيديها. وفيما يتعلق بفردية في تسويق الخدمات المصرفية، يمكن للمصارف التغلب على هذه المشكلة بإيجاد وكلاء
لتقديم بعض أنواع خدماتها مثل الحوالات المصرفية، ومن ثم تكون جانبا عن فروع البنك وعدم سوسرة البنك وموظفيه فيما يتعلق بعمليات الحوالات، كما يقدمه بعض من البنوك مثل مصرف الراجحي وخلافه. فيما يتعلق بخاصية المخاطر في تقديم الخدمة المصرفية، كما ذكرنا أنه يجب على المصرف تنويع الخدمات وعدم التركيز على خدمة بعينها أو قطاع بعينه بتقديم الخدمات له. والنقطة التي تليها فيما يتعلق باعتماد الخدمات المصرفية على الودائع بشكل كبير، يمكن للمصارف التغلب على هذه المشكلة، وذلك بتنشيط وزيادة إيراداتها الغير فائدية، أي الغير أو غير المجلوبة من قبل القروض، وذلك بعمولات وجانب الاستثمارات. مما سبق يتضح لنا مفهوم السعر المصرفي إلى معدل الفائدة على الودائع والقروض والرسوم والمصروفات الأخرى التي يتحملها المصرف لقاء تقديم الخدمات المصرفية أو العمولات التي يتلقاها المصرف نتيجة لتقديمه الخدمات للغير. بينما عملية التسعير فهي القرار لوضع السعر الذي يتخذ من خلال عملية إدارية متكاملة مع مراعاة جملة أمور تتداخل في مفهوم السعر. فالتسعير هو وضع أسعار عالية بما يكفي لتغطية التكاليف والحصول على الأرباح من جانب، وأسعار منخفضة بما يكفي لاجتذاب أيضا العملاء بقدر الإمكان، ولا بد من الموازنة بين هذين الأمرين. وتكمن أهمية التسعير في المصارف لمجموعة من الأمور، أهمها أن الأسعار تشكل المصدر الرئيس لدخل المصرف، وبهذا لا بد من تحديدها بدقة وأيضا بشكل ملائم يجذب العملاء ومنافس في السوق. كما أن أسعار الخدمات المصرفية تؤثر على حجم أعمال المصرف، وأيضا تؤثر على حجم الودائع والتي تعتبر المصدر الرئيسي لتمويل عمليات المصرف. أيضا يعتبر السعر أحد أدوات تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمصرف، فيما يتعلق بمتخذي قرارات التسعير. يا أخوان آدم، آمل الالتزام بالأدب، هذا أولا قبل العلم، الأدب قبل العلم. ثانيا، لا أعتقد أني قصرت معكم من بداية الفصل، وذكرنا لكم أنه لا يوجد لدي أي ملخص معتمد بالنسبة لي
السوق مليان ملخصات، انا لا علم لي بها، اللي يبي ياخذ اي ملخص ياخذه، لكن هل تعتمد عليه او لا تعتمد عليه ليس باهميه بمكان بالنسبه لي، لانني لم اضعه انا، فبالتالي يتوجب عليكم انتم كطالب جامعي الاطلاع على الكتب التي وضعت في توصيف المقرر، كما أننا ذكرنا بأهمية الاستماع لعدم عدم الكتابة على الشاشة يا أخوان، والاستماع فقط، كما ذكرنا مشاهدة المحاضرات المرئية قبل الحضور إلى اللقاء، ومن ثم المتابعة أولا بأول في اللقاء وتدوين كل ما يتم ذكره أثناء اللقاء. من اتبع هذه النقاط معنا بمشيئة الله تعالى سيحصل على النجاح، وليس فقط النجاح وإنما على درجة عالية يتفوق بها. من لم يلتزم بهذا ليس من شأني، وليس بتقصير مني وإنما بتقصير منه. يأتي البعض منكم لا يحضر اللقاءات الحية، وإنما يحضر لقاء ولقاء، أو قد لا يحضر كثير من اللقاءات، ويأتي في نهاية الفصل يحضر لقاء أو لقاءين ويقول وين وصلنا، وما يتكلم عن ماذا، ما هو بشغلي هذا، شغلك أنت كطالب وشغلك أنت كطالبة، فآمل الاحترام أولا ومن ثم العلم. و نواصل ما توقفنا عنده، متخذي قرارات التسعير يجب على إدارات المصارف أن تحدد الجهة المسؤولة عن عملية التسعير، وتختلف المصارف من مصرف إلى مصرف، وكما ذكرنا أن عملية تسعير الخدمات لا يمكن تحديدها من جهة واحدة داخل المصرف، وإنما يتولى تحديدها مجموعة من الأقسام، مثل قسم الائتمان، قسم التمويل داخل المصرف، وذلك لكي يظهر بتسعيرة ملائمة للسوق وملائمة أيضا للعميل. أيضا كما ذكرنا سابقا فيما يتعلق بالقرارات التسعير، فهي متغيرة من جراء تغير العوامل المؤثرة على عملية تسعير هذه الخدمات، وإلا في الأصل فيها الثبات. ولعلنا نتوقف عند هذه النقطة، وذلك الإجابة عن أي سؤال قد يتبادر إلى ذهن أي منكم، فمن لديه أي سؤال فليتفضل. ذكرنا أهمية التسعير في مجموعة من النقاط نعيدها، حيث أن الأسعار تشكل المصدر الرئيسي لدخل المصرف، وأيضا تؤثر أسعار الخدمات المصرفية على حجم وأعمال المصرف،
وكما أنها تؤثر على حجم الودائع والتي تعتبر مصدر رئيس لتمويل عمليات المصرف، كما أن تحديد السعر يعتبر أحد الأدوات لتحقيق أهداف المصرف الاستراتيجية، كما أن السعر المصرفي يعتبر عامل مؤثر في قدرة المصرف على التكيف والبقاء، كما أنه يؤثر على مواجهة تحديات العولمة. طيب، أحد عنده أي سؤال يا أخوان آخر قبل أن نطرح الكوز؟ نعم، مفهوم السعر معنا كما شرحناه قبل قليل. يقول كيف يعني مواجهة تحديات العولمة؟ لأنها الآن في دخول المنظمة العالمية للشركات، وبالتالي هذه الشركات في حال رغبت التعامل مع البنوك المحلية، في حال وجدت تسهيلات من هذه البنوك فقد تتعامل، في حال عدم جاهزية هذه البنوك المحلية لهذه المعاملة مع البنوك مع الشركات الدولية، قد تضطر هذه الشركات إلى التعامل مع بنوك خارجية نيابة عن البنوك الداخلية. واضح المقصود بمواجهة تحديات العولمة. التكليف الثالث بمشيئة الله تعالى سنقوم بطرحه خلال هذا الأسبوع، وإن لم يكن فبداية الأسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى. طيب، الكوز الآن أمامكم وهو عبارة عن 3 أسئلة، آمل من الجميع الإجابة عليها في الوقت المحدد. هنا السؤال، السيولة والأمانة أحد الاستراتيجيات الملائمة للاستثمار، يتوقفان على مدى تحمل المستثمر لعنصر المخاطرة.
طيب، الوقت المحدد للإجابة عن الكوز انتهى، ولعلنا نناقش هذه الأسئلة مع بعضنا عن بعض. ذكر في السؤال الأول أن الاعتمادات المستندية الممولة تمويلا ذاتيا من العميل، وذكر لنا ثلاثة اختيارات، والاختيار الصحيح أنه يكون المصرف وكيلا ويستحق أجر على وكالته. وذكرنا هنا أن الاعتمادات المستندية تعتبر من الخدمات الائتمانية ولا الغير الائتمانية؟ أخوان، باعتبار أن الاعتمادات المستندية من الخدمات الائتمانية. طيب، السؤال الثاني يقول: في الاعتمادات المستندية التي يمولها المصرف بالكلية، وأعطي لنا ثلاثة اختيارات، والإجابة الصحيحة أنه يكون الربح بين المصرف والعميل بحسب الاتفاق. السؤال الثالث: يقول هو تعهد كتابي صادر من مصرف بناء على طلب مستورد بضائع لصالح مصدرها، يتعهد فيه المصرف بدفع أو بقبول كمبيالات مسحوبة عليه في حدود مبلغ معين ولغاية أجل محدد. ما هو؟ هل هو السند لأمر، ولا الاعتماد المستندي، ولا السند الإذني؟ طبعا الإجابة الصحيحة الاعتماد المستندي، الاعتماد المستندي الإجابة الصحيحة. وإليكم الإجابات النموذجية لهذه الأسئلة. طيب، هل من أسئلة يا أخوان؟ أي سؤال يتعلق بالمقرر بشكل عام؟ يا أخوان، في جزئية مهمة يتوجب أن أذكرها هنا لمصلحتك أنت. نأمل منكم جميعا يا أخوان، ركز معي مصلحتك، وكلامي واضح للجميع وليس عتابا لأحد. يا أخوان، أمر عدم الكتابة، ولا بضطر إني أقتل الشات.
لكي تتمكن من فهم المقرر بالشكل الصحيح. نأمل من الجميع إعادة الاستماع للقاءات الحية ومحاولة حل الكوزات التي طرحت في نهاية كل لقاء بنفسك، وأيضا فيما يتعلق بالتكليفات الذاتية محاولة إعادة حلها مرة أخرى، كما أنه سيكون هنالك تكليف ذاتي ثالث سيتم طرحه في خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل على الأكثر، ويجب على الجميع محاولة حل هذه التكليفات بفهمها وليس بحفظها، لأنه مثل الأسئلة التي طرحت قبل قليل قد تكون نفس الخيارات ولكنها يعني بترتيب مختلف، فبالتالي من يحفظ هذا التكليفات الذاتية والكوزات لن يتمكن من حلها في الاختبار، لأنه كما هو واضح لكم في الأسئلة في الفصل الماضي لن يكون هنالك أسئلة تتضمن كل ما سبق ذكره صحيح، كما أن لن يكون هنالك أسئلة تتضمن ليس شيئا مما ذكر، وبالتالي يتوجب عليكم التركيز على الأسئلة وفهمها بالشكل الصحيح. واضح يا إخوان؟ الكوز الآن أو الإجابات النموذجية الكوز أمامكم، فآمل تدوين الكوزات كافة، والأمر هين والأسئلة ستكون واضحة ومباشرة لمن ركز معنا أثناء اللقاءات. بهذه النقطة نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، ونلتقي بمشيئة الله تعالى في الساعة 8:15 للقاء القادم. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.